نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب بطريركنا الاب المكرم رئيس الكهنه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني شريكه في الخدمه الرسوليه بين الاسقف المكرم الانبا مكاري. أزمنة سالمة مكلمة لاستكانة المقدسة التي تمنت عليها من قبلك إرادتك المقدسة التوباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة شعب طهارة وبرجامة الأسر روسي قصوص الشمامسة كل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع صلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك وصلواتهم نحن أيضا عنهم. اقبلها إليك على مذبحك المقدس ناطق السماء رائحة بخور وسائر أعداءهم الذين يرون الذين لا يرون اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا أما هم فاحفظهم في سلام وعد في كنيستك المقدسة يا رب. اجتماعاتنا باركها
المقدسة واجتماعاتنا. أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنعها كمشيئتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. انعم بها يا رب علينا وعلى عبيدك الآتين بعدنا آلين الآبد. عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم، الشيطان وكل قواته الشريرة اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا. الشبوك وفاعلوها ابتلهم ولينقض اقتراب فساد البدع. أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم، حل تعاظمهم، عرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسدهم وسعايتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلاشيه وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات أخي توفان. يا رب قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة، ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك المقدسة. اللهم يا من تكفو له كل ربتين
ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع الذي تمكده الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطباء العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهية آته، وإذ سررت بنا نحن الضعفاء الأرضين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا، لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض، بل مريدنا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك. اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحمتك، واجعلنا أهلا للسلام السمائي اللائق بناهوتك والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. مرسولة رافضة لمخافتك، ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن غير منطلقة نياتنا في الخوف، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالقي جبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتذكى أمامك، فاجعلنا إذ أهلا يا سيدنا بقلب طاهر نفس مملوءة من نعمتك أن نقف أمامك نتقدم لك بهذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية صفحا عن زلاتنا وغفرانا لخطايا شعبك، لأنك أنت إله رؤوف متحن. قبلوا بعضكم بعضا بجملة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا.
تقدموا على هذا الرسم كفوا بخوف ورعدة وإلى الشر انظروا منصير مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب لله الحق الكائن قبل الظهور المالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجيلوس الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى الشرف عطره أنت هو الذي يقف حولك شاربيم الممتلئون السرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين
إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية نفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال ابنك الوحيد الجنس ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك على أينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين. Oh.
Yeah.
كرسيه عن يمينك أيها الآب وزور السلالات من السماوات المخوف المملوم الجال أقرب لك قرابين من الذين على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء
اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساق فالأرثوذكسيين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبونا الطباو المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا الباب الأنبا تودروس الثاني شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مكاري باستقامة أن بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. من أجل أبانا القمامسة وأبانا القصوص وأخواتنا الشمامسة والإبس والكنين وسبعة أغماض كنيستي الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ودين نازي وسائر المدن الأقاليم والجزائر والأديرة. Oh,
للعالم مزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة. باركها. وجه الأرض يروح حرصها ولتكسر أسمار وعدل الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاتك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذين تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي ما يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد فيه كل عمل صالح. قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأدرى السماء. استفانوس رئيس الشمس والشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد والبطريرك القديس ساويرس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس هيروريوس وابانا الصديق العظيم ومنطونيوس البار بابولا والسلاسة ومقارات القديسين ابانا بيحنس ابانا ببيشوي ابوينا القديسين الروميين ماكسيموس والوماديوس والتسعة واربعين شهيدا والقوي القديس أنبا موسى والقديس سيزيروس أبانا أنبا فوع الشركة أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين أبانا أنبا نقر الساح أبانا أنبا توماس السائح أبانا أنبا صمويل المعترف وأستوس أبول تلميذي وأبانا أنبا تكلى إيمانوت الحبشي وأبانا أنبا براموس الفيوم وأبونا ميخائيل بحيرة تلميذ وكل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا. Amen.
المرحوم المسيح قرقس والمرحوم يميل اسحاق زي يوسف حكمه ابراهيم منير حنا. تفضل يا ربنا واسمك ما ينفع احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب علوم في موضع خضر من راح قدوس النعيم الموضع الذي على الكعبه تنوت في نور Oh.
Thank you.
بخلق